أدت عقاقير إنقاص الوزن الجديدة إلى انخفاض الطلب على بعض المنتجات الغذائية عالية السعرات الحرارية، مقابل زيادة الطلب على خيارات غذائية صحية، خاصة وأن مستخدمي هذه الأدوية يبحثون عن طرق تساعد لحفاظهم على صحة جيدة أثناء تناولهم لهذه الأدوية. لكن هناك بعض شركات هذه الأغذية بدأت ربما تتأقلم مع هذه التغيرات التي ذكرناها لتلائم رغبات هذه الفئة اليوم. نادين، يعني لم يعد أمام الشركات إلا هذا الحل مؤخرا، فثورة عقاقير إنقاص الوزن الجديدة تسببت بخسارة الشركات لمليارات الدولارات من قيمتها السوقية، ولكن في الوقت نفسه زاد الطلب على منتجات الزبادي عالية البروتين وقليلة السعرات الحرارية في الولايات المتحدة. وبحسب بلومبرغ، تعد مثل هذه المنتجات جذابة لمستخدمي عقاقير هرمون GLP-1 أو الذين يرغبون بإدارة وزن. وعلى فكرة، تناول ما يقرب من 30 مليون أمريكي عقاقير GLP-1، وهذا ما دفع شركات عالمية للجوء إلى تصنيع منتجات جديدة لمجاراة هذه التغيرات أو تقديم العروض الجديدة على الفيتامينات والمكملات الغذائية لتلبية احتياجات مستخدمي أدوية إنقاص الوزن.